طيب، قال احمد بن حنبل وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح. ما معنى مرسلات؟ ما معنى الحديث المرسل؟ الشيء اللي ارسلوه الله يبعث لك الحسنات. في الاخير نعم، ما نسبه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وين الواسطة؟ طب ما في مشكلة، هذا حديث صحيح، لانه الواسطة بين التابع والرسول مين؟ صحابي. اذا شو المشكلة؟ نعم، هنا المشكلة، انه ممكن انه سمع من تابعي اخر، فبالتالي هذا من انواع الحديث الضعيف. المرسل ما نسبه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أن كثيرا من التابعين يروي أحدهم عن الآخر، بل وجدنا الرباعي في الحديث، وهو أن يروي أربعة من التابعين عن بعضهم البعض. أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذا طب لما مرسلات سعيد بن المسيب صحيحة؟ لما؟ لأنه سمع من الصحابة مباشرة. نعم، لأنه وقع لنا من طرق أخرى تثبت أنه صرح بالسماع من الصحابة، فهو من أكبر التابعين. قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين. إذن هو أجل التابعين.